أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مشاركتها بجوار 111 دولة حول العالم في معرض سوق السفر العربي 2022. نعم، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 من شهر مايو الجاري، حضوريا وبنسخته الافتراضية في الفترة من 17 إلى 18 من الشهر ذاته، تحت شعار المعرض لهذا العام مستقبل السفر والسياحة الدولي. وتشارك هيئة البحرين للسياحة في هذا المعرض الدولي بجناح خاص يضم الناقلة الوطنية طيران الخليج إلى جوار 19 من أبرز المنشآت السياحية البحرينية من فنادق ومنتجعات وشركات ومكاتب سياحة وسفر، لتسجل مملكة البحرين بذلك حضورا مميزا في هذا الحدث الرائد في مجال صناعة السفر.